الاداء الجميل اللي احنا كنا بنتابعه في مباريات كتير لصالح غزل المحله. عبده يحيى بيحاول يعدي بسن الجزمه، يلعبها لاجويرو، اجويرو جوه ال 18، اجويرو يلعب الكره العرضيه، هشام عادل، هشام عادل مثلث الرعب، عبده يحيى واجويرو، واللمسه الاخيره من هشام عادل، الوقت المحتسب بدل من ضائع، جمهور المحله هنا لعبته بتصالحه بهدف التعادل قبل النهايه، هيفرق كتير قوي الهدف ده في الثقه، هيفرق في نتيجه اللقاء، هيفرق في اداء الشوط الثاني، هيفرق. لكن جمله ثلاثيه رائعه بداها عبده يحيى في المساحه، اجويرو كلنا تخيلنا انه ممكن يشوط، يلعب عرضيه ولا اروع ولا اجمل على راي كابتن شوبير، توصل بالمقاس عند هشام عادل برأسية يركنها على يمين الزنفولي، دور على كلين شيت في ماتش تاني يا زنفولي، بكلام من هشام عادل يتعادل لغزل المحلة 1-1. هيحلو اللقاء في الشوط التاني، هدف يفرق كتير في أداء غزل المحلة معنويا وفي اللقاء. وادي هاني عادل، وادي